السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم أنا السيدة أمينة، كنت خدامة في مدينة الصويرة 4 سنين كموظفة. ما كنت كنعاني من والو، حياتي كانت عادية، كنت عايشة الحياة الطبيعية. تما راه الصويرة راه كانوا جيراني غير نصارى يهود والشلوح، الحياة الطبيعية. عندي سبور عايشة، ما كنعاني من والو، ما كنآمنش أنا بالشعوذة والسحر. جيت لهنا السلا، الزوج ديالي اللي عمر لي طلب الانتقال وجابني بزز هنا السلا. ايوا جيت كنخدم، جهة ثانوية تابريك تمايا اللي دابا سميتها الفقيه الحمداوي، كنخدم وسكنت تما. في الاول سكنت، حياتي كانت عادية. بعض المرات كتجيك لا غريب، كتجيك الحلاقة، كيضروك الدراس، المهم ما كنردش البال، داكشي عادي. كندوز عند الطبيب كنجيب الدواء. حياتي كانت عادية، ولكن لا دوز غدا وكتزيد. يعني مورا الولادة ديال بنتي بديت كنحس بالأسحار غدا وكتزيد. في الأول كان كيسحب ليا داكشي غير طبي، لأنها يعني غدا وكتزيد لا دوز، ولا كيضرني راسي، نحس بشي عرق هنايا كيتجر ليا، غادي يتقطع. بعض المرات كنحس بالمواس كيضربوا فيا، هكا المواس ولا السيوفه كيضربوا ليا في قلبي، ولا بعض المرات تيعقدوني هكا عقد الموت. كنتعقد كامله، كنتكتف بحال شي حولي، ما كنبقاش نقدر نوقف. بعض المرات يعني بعض المرات كنكون جالسه حتى كتحس بشي صخره جلسات لك ثقيله على الاعراض اللي حسيت بيهم. بعض المرات كنكون ناعسه كنحس بشي حد بحال شي يدير شي غانجو كيسل لي ديك الروح، كيسلها غيخرجها من الجسد غتخرج. يعني انا ما كنقول هذا الشيء، شنو هذا الشيء فيا، ما عرفتش شنو فيا، وما يطلعوني للعالم الروحي. كيهضروا معايا قالوا لي فيهم درت انا سوره البقره، كذبش عليك، قريت سوره البقره، بديت كنقرا فيها والكسبه اللي في سوره البقره كتهز حتى للسما وكتطيح كتطلع من قالت لي غتمشي انا هي ورقي عند فلان واحد السيده ومن العميله. كيفاش عرفت سميتها؟ ما عرفتش. قالت لي غتمشي تلقي عندها، غتلقي راه غدا تربي. لا واخا الله يجازيك بخير. شويه طلعوا شي وحدين فريد زاد كيهضروا في العالم الروحي، قالوا لي شوفي حنا غنقتلوا بنتي ولا غنقتلوا امك ولا غنقتلوا كنتزوج فيهم كنطلق فيهم فيهم العار ما تقتلو تحت، يعني التواصل بالهنا اشبه بالبلوز. قلت لها العار ما تقتلو تحت. قالت لي صافي وين غنقتلو لك بواح، صافي غنقتلو بواح الله يهديكم. بعض صحابها ما كيتفلاو، انا كنت بعدا كيتفلاو. مشيت سافرت انا من جديده، سافرت من جديده في العطله، جات العطله ديال الصيف. مشيت سافرت وجلست في دارنا، جلست فيها وجات السيده نيت اللي قالوا لي، جات عيطت لها جات رقات لي، جابت مع واحد الراقي متمكن، دار لي الرقية وعاودت لي الأعراض. قال لي أختي عندك سحر. قلت لي أودي أنا كيسحب لي هادشي غير عين ولا شي حاجة. قال لي لا أختي هادشي راه أعراض ديال السحر، ما عندك سحر. يا هاديك 3 أيام دازت، الوالد كلا شرب معانا، خرج عند شي تبايع عندنا واحد الدار بعيدة يجيب فلوس كرا، وعندو وكالة ديال السكر مسكت، حل الوكالة ديالو داك الشيء مات حداه سكتة قلبي مفاجئة. مابغاوش يدفنوا فينا، مابغاوش يدفنوا السيد، باقي لا واقي السن. مشينا درنا ليه لاطوكسي وداك الشيء، لقينا السيد نورمال، لا واقي لا سن لا والو، عاد فعلا جاتو سكتة قلبية. داك الشيء اللي سمعت راه فعلا طرا، صح القتل ولا عرفت. المهم السيد مات بسكتة قلبية على صحتي، يعني ما خليتش على صحتي باش هذا. مشيت عند راقي خويا داك بلا ما نذكر الاسم، عطيت 5000 ريال، دار معايا 5000 ريال. الراقي الاول اللي مشيت عندو عبد الباسط كونسيدراتي فليش، الثاني حكيت لهم هاد الاعراض اللي كنتعرض لها ديال سحر القتل، واقترحوا لي قالوا لي سيري عندكم المخرج، راه هو الحل انجع لي، راه غادي يخلصك من هاد الاسحار الهائله. انا نورمال في حياتي، غير هما كانوا مثلا كدوز شهر شهرين كيدوروا سيغتو ابتداء من كورونا. جيبوا لي جات كورونا 2019، راه صافي راه كيدوز شهر كيطلعوني. المهم دار معايا واحد السوم دارجونتي راه كبيرة ماشي ثقيلة، قال لي هانتي راه غنخلصك نهائيا من هاد الأسحار. وصورنا الحلقة الأولى والحلقة الثانية، الحلقة الثالثة اللي غنستخرج فيها الأسحار، والجلسة الثالثة اللي غنستخرج فيها الأسحار. قلت لي راك شفتي نكملو.
الدار وانا كنتواصل مع الناس باش لمنع الرقم والمقراج عندي هاد ملي ما بغاش انا نمشي لوحدي ونستخرجهم اصحاب صافي باش ندير لي داك التصوير. قال لي بلا ما تجي عندي انا استخرجتهم وصيفط لي واحد جوج فيديوهات رفضتهم. قال لي انت هاد الشيء لقيناه عندك تصور راه في الوقت صافي راكي بريت ما بريت والو طلعوني ثاني الالم روحي قال لها اجي ما دار لا تقصير لا الاسحار يعني لا توقفت عليا الاسحار حتى انا قلت ليه راني نورمال ولكن بعض المرات تسمع في الهاتف قال لي صافي راه دابا ندير لك التقصير دابا ندير لك التقصير خدا من عندنا الزوار وخدا من عندنا باش معايا 2500 درهم ما بقاش 2000 درهم والراقي الاساسي خدا من عندي 2500 درهم حتى هو والو غير اليوم داروا لي سحر قتل سخروا لي الدم ما عرفتش كنحس بيه ولا طيب راسي شعر غيتفرقع كنحس بالدم ولا كيفاه فيا طيب الشيء انا اللي قلته قليل واللي طرا لي كثير حاره في ضروريا بغيت انايا المجتمع المدني وبغيت انايا الهيئات الحقوقيه اللي كاينه في البلدان وبغيت انايا يعني حتى انا راه ماشي تعرضت غير القتل غير بالسحر راه تعرضت لي حتى بالكسير